فين الخوت صافا مزيان كلشي بخير؟ هاد الفيديو غنهضرو فيه على واحد الحاجة كتوقع الدراري ولكن نحاولو نختصروها ونحاولو نشرحوها للناس، ولكن حنا راه مكنشرحوهاش للإنسان الثاني اللي هو مجرم بعقل الله. هادي غنشرحوها لأن كاين الناس اللي كيكتب عليه شي مشكل، كاين اللي كيكتب عليه آفة مكتعرفها منين كتجي، المدرّكة منين كتهبط، كنقول دايما المدرّكات منين كتهبط مكنعرفوهمش، كيوقع له مسكين داك المشكل منين كيطيح تيتقدم ما تيعرفش، ملي كيتقدم لعند الوكيل تيبدا يرغب، ولا كيطلع عند القاضي تيبدا يرغب، تينسى المشكل ديالو ويدخل الله يرحم الوالدين شوف فيا لوجه الله الله يشفع فيك النبي. خويا فهمني، راه ملي كطيح في مشكل اول حاجه راه اللي كيعمر لك في البيرو راه هو اللي كيعمر لك الحبس، لانه هو اللي كيحط لك المسطره ديال التهمه اللي انت فيها. داك الوقت اللي كتدخل فيه انت عند الوكيل وكترغب فيه راه الوكيل عنده تشرح له شنو وقع لك وتحاول تعطيه المبرر القانوني اللي يخرجك ولا اللي يبنيك فيه على التخفيف، عنده حسن ما تجلس ترغبو، حيت هو داك الرغيب اللي كترغبو راه مايمكنلوش يدير لك تمايا اخ ليا سبيله لانه زوق فيا، ولا اخ ليا سبيله لانه والله الا بقى فيا كيرغبني مسكين، ما يمكنلوش، لان داك الدواسه راه منين كيدوزو عند الوكيل وكتحكم ابتدائيه اولا في السيناف وكيتشد الملف ديالك راه كيولي يطلع الاداره وحده اخرى وكيتراقب داك الحكام، علاش داك الحكام، شنو هو الفصل اللي محطوط لك، وشحال عطاوك، شي كلشي كيتاهما، راه ما عندهم الناس اللي كيراقبوا عليهم، راه ما يمكنلوش رغبتي اي ركعه رغبتيه وحس بك، هو حس بك بانك جايه فيك الضربه، ولكن قانونيا وفي المسطره ما عندوش ما يدير، هو الا جات عليه يطلقك حاس بك، ولكن راه ما عندوش كي يدير يطلق، حيت في الوراق الدوسي ديالك معمرين لك، كنقولوا هنا مغيزين لك الدوسي، خصو شي حاجه باش تبدلو، لهذا عشيري فعاود ما ترغب خدم دماغك، شوف انت الله يسلم كيكون كتب عليك عندك واحد 48 ساعه ولا 24 ساعه تحت الحراسه النظريه، دير واحد التحليل للمشكل ديالك اللي كتب، راه كتاب عليك صافي، يحطوا عليك الباط راه تحط عليك الباط، درتيها ولا ما درت، خمم في المشكل ديالك اللي انت طايح وشوف الاقوال ديالك شنو قلتي فيه، وحاول تبني الاقوال اللي عتقول، لان راه ملي كتوصل كتدخل الدوسي ديالك عند الوكيل تيحط يشوف الدوسي كيشوف البوليس شنو معمرين لك وشنو معمرين للضحيه ولا شنو معمرين في المشكل، وتيشوف الاقوال ديالك، راه هو عنده الربح الا وقفتي حداه عادي وشرحتي له، الا شرحتي له راه تيعرف علاش تيولي يبني لك هو النيابه العامه علاش كتبني عاوتاني الملف ديالك، باش منين كيطلع الدوسي ديالك للجلسه القاضي كيشوف النيابه العامه شنو حاطه وتيشوف المحضر ديال البوليس شنو فيه وتيسمع لك. لهذا أصدقائي الله يرحم الوالدين الله يعيش الله يطيش خليها أكوتي، راه ما كتوكلش الخبز، يعني حاول تخرج راسك، حاول كي كنقولوا حنا كيقول كذب عليا وقنعني احسن ما ترغبني، صافي انت طايح في مشكل شوف كدير تخرج راسك، ملي تبت راسك رزن راسك، احترام ديال الحرمه ديال المحكمه ايه، تحترم بانك واقف حدا وكيل ايه، هادشي حتى نعرفو انا ما تنقولكش زير ولا لا، ولكن بني الافكار ديالك وهضر على منتفك، وحاول دائما تختصر الهضره ديالك وتبقى معاه في صلب الموضوع، تختصر الهضره ديالك ما تطولش فيها، تختصرها وتهضر في صلب الموضوع المشكل ديالك، وتحاول تشرح وتبين شنو عندك في المشكل، وثق بيا بانك راك غتاخذ اخف عقوبه كاينه، دائما ملي كتهضر وتشرح راه تتبني على التخفيف، لاحظ المواقف ملي تكون الله يستر يجعلك تكون جالس في المحكمه كتسنى الملف ديالك باش يعيطوا لك، لاحظ المحاميين كيديروا يهضروا، راه ماشي المهم تكون قاري، لاحظ ربي يعطيك عقل، العقل النور، لاحظ المحاميين كيديروا يهضروا، لاحظ شوف المحامي واش كيخرج على صلب الموضوع، شوف المحامي واش غيرغب عليك، ماشي راه هو مابغاش يرغب عليك، حيت هو راه عارف الرغيب ما واكلش، ماشي بلاصه الرغيب هذيك، بلاصه قنعني، قول لي شنو عندك في المشكل ديالك، صافي كتاب اللي كتاب، حاول فكر الموتيف ديالك وطلب وشوف راسك شنو عندك، شنو راك داير، شنو ما دايرش، وشرح واختصر وبني على الاختصار ودافع على راسك، إلا كنتي غتاخذ 8 شهور وخدمتي عقلك تقدر تاخذ غير شهرين، لأن راه إلا شككتي، إلا شككتي في المحضر ديالك وحاولتي تقنع ذاك الهيئة تشكيك في ذاك المحضر تقدر تاخذ البراءة، لأن راه ملي كيدخل الشك في المحضر كتجي البراءة معاه، أنا كنهضرش مع الناس اللي دايرين ويستاهلوا، أنا كنهضر مع بنادم اللي الله يستر مسكين ودعائله كتكتب عليه شي حاجة ما داير فيها لا يديها برجليه
وتيشدوا داك الروب تيدخل الحراسه النظريه كيشدوا داك الروب مسكين حدو كيشوف البيرو في الوكيل تينسى مشكلو تيبدا يرغب الوكيل راه يتعاطف معاك لكن غيتعاطف معاك الا شرحتي له خلصتي درتي الخلاصه وشرحتي له شنو واقع باش يفهم هو فين غيتعاطف معاك لكن لقيتيه غير ترغب راه مايمكنلوش يدير داك الرغيب هو تما مايمكنلوش هو يكتب بانك رغبتيه لا يراقبوا الملف من الفوق ما يقبلوهاش ما كاينش شي فصل ولا دوسور فيه الله يحيش الله يطيش ما كاينش كاين قنعني هذا واحد الامر اللي كنت كنلاحظها بزاف داك المسيره الله يعفو علينا اللي دوزناها كامله كنت كنلاحظ هاد القضيه بزاف الانسان تينسى مشكلو وتبقى غير تيرغب لا انسى الرغب وشوف مشكلك شنو فيه لان راه حرف يقدر يخرجك بحال وحرف يقدر يضرب البلاصوص واللي كتب على شي واحد الله يسرنا ويسركم خوتي من الافات تحياتي.